الآن سيكون هناك شيء مثير للاهتمام. أريد الدونات. حضروا لي الكعك. هذا سهل. نعم، سيتم الأمر. اختيار موفق، لكن هل بدأ في الطهي؟ حسنا، العجين جاهز. نقطع الكعك. ثلاثة قطع ستكون مثالية. الآن حان الوقت لتسخين المقلاة. الشيء الرئيسي هو ضبط درجة الحرارة. نضع الزيت. نعم، يبدو الأمر سهلا. أوب. توم، لا تصيب جدتك بنوبة قلبية. اهدئي، كل شيء يتم الاعتناء به. أوبس. ماذا لدينا الآن؟ الزيت بالضبط. أعتقد أن هذا سيكون كافيا. الآن نحن ننتظر حتى يسخن. ماذا؟ هل تقلون بالفعل؟ حسنا، سأفعل ذلك أيضا. واحد، اثنان، ثلاثة. مرعب، رذاذ الزيت يحرقني. توم، لماذا سكبت الكثير من؟ أوهو، علي إنقاذ الكعك. رهيب. يبدو هذا خاطئ. تدمرت الدونات. هذا فشل. لا تقلق عزيزي، لكن الكعك الخاص بي جاهز تقريبا. سوف أزينهم الآن. دعونا نقطعها هكذا. الإنسان يأكل بعينيه، لذلك فإن المظهر هو أهم الشيء. كل شيء يجب أن يكون جميل. شهي. نعم نعم، جيد، لكن الكعك الخاص بي سيكون أفضل حتى بدون زينة. هكذا. أحسنتم عملا. وأنا لدي فكرة. القليل من الجبن. عظيم. وأصبها في قالب الدونات. وللزينة سأخذ التشيتوس المفضل لدي. القليل من العمل مع المطرقة. هل يعرف حتى ما هو الكعك؟ هكذا، سأستخدمه كإضافة. حسنا، كيف؟ يجب أن يكون رائعا. مذهل، لكن هناك شيء مفقود. أوه جدتي، هل يمكنني أن أخذ هذا منك؟ حسنا، خذ. شكرا. يمكن التخلص من المقلاة، لكن الموقد سيكون مفيدا. بعد ذلك أحتاج إلى غلاف. هكذا سألف كعكات الجبن وأرسلها مباشرة إلى الموقد. أنتظر قليلا. يبدو أن كل شيء جاهز، يمكن التقديم. جميل. حسنا، ماذا لدينا هنا؟ رائع، كل شيء مختلف تماما. سأبدأ مع هذه. تبدو فاتحة للشهية. مذهل، هناك حشوة في الداخل. هذا بصراحة لذيذ. إذن ماذا لدينا هنا؟ هذا لطيف، لنجرب. هل هذه كعكة دونات؟ بطريقة ما ليست جيدة. وما هذا؟ واو، دونات بالجبن. إنه أمر مدهش تماما، لكنني ما زلت أحب دونات الحلوى. الشيف فاز. نعم نعم، كنت أعرف. إذن لدينا الشيء التالي هو الشطيرة. لا مشكلة، لا يمكنك هزمي. أوكي. أوه حسنا، أعرف كيف أفعلها، لكنني سأصنع شطيرة حلوة. أحتاج إلى بعض النوتيلا. هكذا. أذهانها جاهزة. وبعد ذلك أحتاج إلى المارشميلو. مثالي. وبالطبع الشوكولاتة. وأيضا أضيف مارميلات قوس قزح. لا أنسى الصلصة بالطبع. للمزيد من الحلاوة والجمال. جميل. جاهزة. إذن هناك القليل من الرشات للجمال. جاهز. مرعب، كم كمية السكر الموجودة؟
سأصنع شتيرة أكثر من عادية، بعض اللحم المقدد والجبن، وكل ما تبقى هو قليها جيداً. أقلب وانتهينا. جاهزة؟ يا إلهي، لا يوجد أصالة ولا تميز، لذا دعونا نحمص الخبز جيداً. بيرفكتو. ورقة من الخس والطماطم، والآن شطيرة بدون اللحم. ما هذا؟ المكون السري الخاص بي هو الحلزون الفرنسي. هكذا؟ رهيب، يجب أن أحررها من الصدفة. أشعر بالإقياء. لا أفهم أبداً هذه الترندات. يا له من كابوس، بعض الأصداف. هذا المحار مثالي لساندويتشتي. مرعب، مرعب فقط. إنه يسمى المطبخ الراقي، لكن هناك شيء مفقود. بالطبع، دور الجبنة الزرقاء تتناسب بشكل رائع مع المأكولات البحرية. هل هذا كل شيء؟ إنها القشة الأخيرة. جدتي، هذا كل شيء، انتهينا. كم هذا رهيب. ماذا؟ هل أنتم جاهزون؟ رائع، شطائر مذهلة. سأبدأ بهذا. أي؟ صدفة؟ ما هذا؟ محار؟ مرعب. هذا يبدو فاتحا للشهية أكثر. لنجرب. شهي، كم أحب الحلوى. لذيذ. إذن آخر واحد. كم هي لذيذة، فقط مذهل. الجدة تفوز، مبروك. أوه، رائع. إذن ماذا لدينا بعد؟ الآن أريد سيزر. مذهل. أخيراً. ما هذا؟ لنبدأ. أقطع الطماطم. إنه أصعب مما كنت أظن. حسناً، انتظر أيها الطماطم، سأريك. ماذا تفعل؟ كن حذراً أيها الشاب. هذا في غاية البساطة. هكذا وانتهينا. ونقطع كل شيء. والآن أضيف أوراق الخس. وإلى أين بدون الدجاج؟ قطع كبيرة. مذهل. سلطة مذهلة خلابة. أوه، إنهم غير مغوبين. لدي فكرة. بعض الجرجير الطازج والمكون السري. كل هذا في الخلاط، وأخفقهم جيداً. جاهز تقريباً. إنه مذهل. ماذا تفعل؟ سوف أحتاج إلى قدر صغير. نسكب كل السائل فيه. لا أعرف ماذا تفعل. ولا أنا. غريب. حسناً، ليس مهم. حقنة كبيرة وشفاط. والسحر يحدث. النقانق في المطبخ الراقي. دعونا نضيف الخس والطماطم. وبالطبع الدجاج. هذه القطع تتناسب تماماً. وبالطبع نضيف بعض الخبز المحمص، سيعطي طعماً رائع. وبالطبع في الأخير نضع الجبن. بالطبع، نسيت تقريباً أبشر بعض الجبن. هيه، ماذا يحدث؟ أقوم بتقطيع الخضار، إنه ممتع للغاية. حسناً، مرة أخرى، لا شيء يعمل معي. فكرة، لدي علكة رائعة. أنا سأستخدمها كأوراق سلطة. تبدو لطيفة جداً. سأزين الطبق بالعين السكرية.
وسأضيف المارشميلو وبعض الديدان الصمغية السكرية. يا لها من سلطة جاهزة. هراء بالكامل، نحن جاهزون. حسناً دعونا نرى، سأبدأ بهذه. ما هذا؟ فو، مقرف مقرف. قطعاً لا. ماذا لدينا هنا؟ حسناً، نعم إنها سلطة، لا شيء غير عادي. وبعد ذلك لدينا شيء مثير للاهتمام. لذيذ جدا، هذا بتأكيد الفائز. هاي، لقد فزت. رائع، باربرا محظوظة، لديها وعاء كامل من الفشار. نيك لديه أقل بقليل لكنه ليس متضايق. لكن جولي ليست محظوظة، واحدة فقط. جولي ابدأي. لدي فكرة، أين مسبل الشعر؟ كمان بالضبط ما هو مطلوب. سريع ولذيذ. رائع، أنا التالي. سأقوم بصنع هذا الفشار بسرعة. واو نيك، لم تقل أنك طاهن. اكتب الوصفة، خذ مقلاة، اسكب حبات الفشار، وننتظر بضع دقائق ونستمتع. رائع، يا له من انفجار، احذروا يا فتيات. رائع. واو نيك، هذه حقا وصفة متفجرة. لدي طريقتي الخاصة في صنع الفشار. أضع خلطة التباسكو مع الكولا وأقدم مشروبا لصديقي المفضل. ماذا؟ ما هذا الطعم؟ بالضبط ما هو مطلوب، شكرا نيك. حار حار، لذيذ. كم عدد العيون لدى باربرا ونيك؟ لكن جولي لديها واحدة فقط، قليل جدا. خاسرة نيك، إذا لم تكن قد لاحظت، جولي ليست في مزاج المزاح. سوف يتعلم. لماذا أقاتل على الفور؟ سوف أنتقم. نيك، ما الذي ستفعله؟ تعصر الكاتشب على العين. أوه، يا له من رعب. جولي، يمكنك أن تأكلي عيني إذا أردت. ماذا؟ هل هذه حقا عينك؟ نعم، خذيها. أبعدوها. باربرا، احذري، أكلت عينك. سوف أنقذك. احذروا. كوب من القهوة المنعشة في الصباح هو ما أحتاجه. كم هو لذيذ. ما هذا؟ عين. يا رفاق، أنتم مضحكون. حان دوري الآن. كم هو لذيذ، مستعدة لأكلهم دائما. يا لها من شهية وسرعة. دوري، أقوم بتشغيل وضع التوربو. رائع نيك، لقد أكلت كل شيء دفعة واحدة. هل يمكنك مشاركة الفتيات؟ إنهم جائعون أيضا. قطعة واحدة لو سمحت. لا، إنهم لي. نيك، لا يمكنك أكل الكثير من العيون السكرية دفعة واحدة. متأخرة، الآن يمكنك مشاهدة جميع مقالب الفتيات. مقرف، لدي الكثير، أبعدهم عني. لدي واحدة فقط، أستطيع تحمل الأمر. ما هذا؟ يا رفاق، اجمعوا نفسكم معا، يمكنكم التعامل معه. سأبدأ أولا. باربرا، هذه بذرة، لا تحتاج إلى أكلها، تحتاج إلى زراعتها. احذروا. باربرا، انظري أين ترمين. الآن سأزرعك. يجب أن تنمو. لماذا لا تنمو؟ باربرا، عليك أن تنتظري قليلا، أعطيها بعض الوقت لتنضج. سأبدأ أنا. الشيء الرئيسي هو أن أكل بسرعة حتى لا أشعر بالطعم. فو، مقرف، أنا بحاجة لتغيير هذا الطعم الفظيع. سوف أقترض هذا، أنا بحاجة ماسة لسقي زهرتي. هزة أرضية، اختبئوا. لا تخافوا، لقد نبتت فقط بذرة باربرا. الآن باربرا لديها شجيرة البروكولي الخاصة بها. هذا مقرف، أنا أكره البروكولي. رعب. باربرا، يجب أن تغتسلي. أنت يجب أن تأكلي البروكولي الخاص بك. لا، ليس البروكولي. لكن لدي فكرة عن كيفية التخلص منه. انظر، هناك أخطبوط. جولي، أتعلمين أن جميع المحتالين سيعاقبون عاجلاً أم آجلاً؟ على وعلى ذلك، فقد أعدناك بالفعل هذا لك. كان ذلك لذيذاً.
إذن تفضلي أكثر. لا، هذا مقرف. في المرة القادمة لن تغشي. واو، بطاطس مقلية. كل الرفاق متحمسون للغاية. بعد كل شيء إنه لذيذ جدا. لا جولي، لم يحالف الحظ. لديها بطاطا صغيرة واحدة فقط. كم هو لذيذ، لكنه قليل جدا. أنا أريد أكثر. حان دوري الآن. باربرا، أعطني القليل. ماذا؟ حسنا، بطاطا واحدة فقط. بالطبع، خذي. أها، لقد صدقتي. حسنا، سأرتب لك ذلك. جولي جعلت كاتشب باربرا حارا بشكل فظيع وقاسيا جدا. بحاجة إلى التبريد بشكل عاجل، لكن ليس الكاتشب بعد كل شيء. أشعر بتحسن. أوكي. نعم، هذا يكفي من الكاتشب بالنسبة لي. نيك، راقب البطاطس وإلا لن يتبقى شيء. ماذا؟ لذيذ. لقد أكلت كل ما عندي من البطاطس. خذي هذا. نيك، لا تنزعج، في المرة القادمة ستكون أكثر انتباهاً. رائع، علبة برينجلز كبيرة. ونيك محظوظ، ولد باربرا هرم كامل فقط. ممتاز. جولي لديها واحدة فقط وهي صغيرة جدا. سنصلح الأمر. هذا أفضل. لماذا تقف؟ هيا دورك. لماذا لا تفتح؟ احذر لا تكسر أسنانك، يبدو أنك لن تحصل عليها. لهذه الحالة لدي منشار. بحذر. بضع ضربات والعلبة مفتوحة. نيك، أنت ماهر فعلا. انظروا. واو، يا لها من قوة، حتى أن البرينجلز يطير إلى الفضاء. افتح فمك بشكل واسع، فالرقائق تطير إليك. احذر نيك. أوتش. نيك، هل أنت بخير؟ ما يبدو له. حسنا، دوري، سآكل. واو، باربرا، يا لها من شهية. انظري أين ترمين. هذا مؤلم. كم هو لذيذ. ماذا حصل؟ لكن من الأفضل البقاء تحت الطاولة. باربرا تقصف هنا. جولي، انزلي. رائع، أنت على استعداد، لكن نيك ليس كذلك. عملية البناء تسير. باربرا تحافظ على البرج بشكل جيد. قد نجح. ماذا حدث؟ جولي لم يحالف الحظ مرة أخرى. لديها قطعة واحدة فقط، على عكس نيك، لديه طبق كامل من السكيتلز. رائع، ولد باربرا مجموعة من كل الألوان. واحدة فقط وصغيرة جدا. اهدأ، لدي فكرة. جولي، لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح، لكن يمكنك التجريب. هذا فقط رائع. هذا أفضل. رائع. كم هو لذيذ. فقط ممتاز. أنا مستعدة لأكل السكيتلز إلى الأبد. رائع. نيك، دورك. انظروا ماذا سأفعل. رائع، أنت مليء بالمفاجآت، لكن يجب أن تتدرب قليلا. لا، لكنني أعلم ما لديه الكثير. لا أعتقد أن باربرا ستحب فكرتك. الشيء الرئيسي هو أنها لن تلاحظ. أبعد يديك. أوتش. كل شيء لي. منك التي يجب أن أبدأ بها؟ هذا أو هذا أو ربما هذا؟ لا أستطيع أن أقرر، الأمر صعب. فكرة؟ ما هذا؟ إنها كرة اليانصيب لمساعدتي في اختيار اللون. أختار.
تضعفها؟ بالضبط ما هو مطلوب. أوكي. الأخضر سأبدأ معه. كم هو لذيذ. أنا أحب السكيتلز. أريد أن أجرب كل النكهات دفعة واحدة. كم هي لذيذة. أتساءل ماذا هنا؟ ما هذا؟ رائع. إنها حلوى سكيتلز عملاقة. واو، كم هي ضخمة وربما لذيذة بشكل لا يصدق. هذا صحيح، لذيذة جدا مع مفاجآت. يا بنات خذوا، هذا يكفي للجميع. واو تويكس، هذا لذيذ. اوكي. الرفاق حريصون بالفعل على بدء التحدي. أن تكوني أكثر حذراً. لدي فكرة. أرجوك جولي كوني حذرة، ستقطعين كل شيء هنا الآن. انتهيت. كم هي لذيذة، يمكنني أكلهم إلى الأبد. جولي أنت متسخة جدا، أنت بحاجة للاستحمام بشكل عاجل. أنا التالية. رائع، لقد أزلت كل الأغلفة بهذه السرعة. ممتاز. كم هو لذيذ، لكن هناك شيء مفقود. الحليب الدافئ هو ما أحتاجه. المزيج المثالي. جدار حقيقي من عصير تويكس. والآن سأعيد بناءه. أين مواد البناء الخاصة بي؟ النوتيلا. ممتاز، سأبني ناطحة السحاب حقيقية من التويكس. كليك، ما كان يجب أن تترك الفتيات وحدهن بعصير تويكس. أنا أرتدي خوذة. سأكون أول من يلوف. روعة، مجموعة كاملة من كل أنواع الآيس كريم المختلفة. دورك كيت. أشعر بالدوار. على ماذا حصلت؟ لا. لماذا هذا العقاب لي؟ فلفل الحار، لا أستطيع حتى تذوق الكعكة اللذيذة. أحسن. نعم، كعكتك تبدو خطيرة مع كل هذا الفلفل، لكن الآيس كريم سوف يزين الكعكة فقط لأنه مشرق جدا ولذيذ. أحسن. حتى أنني أعرف كيف أجعل الكعكة أكثر جمالا. سأضع قبة في الأعلى. الآن الآيس كريم الخاص بي وكأنه في الدلو، وسيكون من الأروع جعل الكعكة أعلى على سبيل المثال بمساعدة كرات الآيس كريم. واو، كم يبلغ طوله؟ أنت لا تعرفي كم هو لذيذ. الآن سأجرب قطعة وأصف لك كل شيء بالتفصيل. واو، مذهل كما توقعت، لذيذ جدا. كيت، هل تريد التجريب؟ بالطبع أريد. تريدي؟ لكنك لن تحصلي عليه. لماذا تحتاج كعكتي عندما يكون لديك هذه الكعكة الكبيرة بالفلفل؟ هيا ابدأي. آمل ألا أشعل حريقا هنا. بعد بضع قدمات تمنوا لي حظا سعيدا. فمي كله يحترق رهيب. لن أخذ قدمة أخرى في فمي، هذا عذاب حقيقي. إذن علينا أن نلجأ إلى عجلة العقاب لنرى ما هي العقوبة. إنه تباسكو الحار، سأجعل كعكتك أكثر حدة. ماذا تفعل؟ توقف. تحولت الكعكة من الأزرق إلى الأحمر. يا له من كابوس. الآن بالتأكيد سأشتعل.
إذا كان هناك حريق هنا فأنت الملام. توم، كم هذا حال؟ لا أستطيع حتى أن أشعر بفمي. ولدك بخار يخرج من أذنيك. أعتقد أنني أطير. إلى أين؟ ومن سيأكل الكعكة؟ على ما يبدو هذه المرة نحتاج إلى إيقاف العجلة بأنفسنا. سأفعلها بشكل أفضل وعيني مغمضتين. ماذا؟ مايونيز ومخللات؟ لم أخطط لصنع سلطة. علي أن أكون أكثر حظا. أتمنى أن تكون لذاذة. هذا غير عادل، أحتاج إلى إعادة. كل شيء عادل. إذا كنت تغشي سيتعين علينا الحصول على عجلة العقاب. حسناً، أين الهدايا خاصتي؟ أنا أحب النوتيلا والبوينو. لابد لي من إعداد أكثر البرجر على السعرات الحرارية، رأيته على الإطلاق. المايونيز سيء للغاية، كما لو أنه الدهون فقط. والنوتيلا رائعة بكل بساطة، سوف أكلها طوال الوقت. كيف سأصب المايونيز على الكعكة؟ إنه سميك جداً. هذا يثبت مرة أخرى أنه دسم جداً. أحسن. لدي فكرة. النوتيلا سميكة أيضاً، لذلك سأعمل معها وكأنها معجون. كل ما أحتاجه هو وضع العجينة على الكعكة. إنه ألذ معجون رأيته في حياتي. الآن يبقى فقط توزيع العجينة على الكعكة باستخدام هذه الأسطوانة. ستكون لذيذة بشكل متساوٍ. وأنا أيضاً أحتاج إلى تجربة. الآن لدي شوكولاتة على وجهي. هذا رائع. على الأقل سأجرب شيئاً لذيذاً. مايونيز غبي، لا يريد أن يخرج. هيا انسكب بالفعل. أخيراً. لكن يبدو مثير للإشمئزاز. هناك شيء خاطئ في كعكتي، ربما ليست متساوية تماماً. أحتاج إلى إعادة النظر. وفي غضون ذلك سأستعير هذه الأسطوانة وأضع المايونيز فوق الكعكة. عرفت ما الخطأ. أحتاج إلى جعل الطبقة العليا أضيق قليلاً. ما هذا؟ من أين يأتي؟ المايونيز. كيت، أعرف من هو الملام هنا. لقد أفسدت الكعكة. لماذا وضعت المرطبان على يدي؟ لتعرفي كيف تزعجينني. بسرعة أزلها الآن. ليس لدي وقت، أنا بحاجة لترتيب الشوكولاتة على الكعكة. بالمناسبة هذا عمل مهم للغاية، اتضح أنه مثالي. وكيف سأرتب الخيار؟ هذه المهمة أصعب بالفعل، خاصة عندما تكون يدي محصورة في المرطبان. انظري إلى الكعكة التي صنعتها، إنها شوكولاتية جدا وكبيرة. أنا أيضاً أريد التجريب، أعطني قطعة وسأعطيك خاصتي. خاصتك؟ إنها قبيحة جداً. لا، هذه المعجزة الشوكولاتية الخاصة بي تكفيني. كم هو لذيذ. يا رفاق، أنصح الجميع بتجربة هذه الكعكة، شعور لا يوصف. أحتاج إلى تجربتها أيضاً. لا أعتقد أنني سأكون سعيدة بهذا القادر. يجب أن تري وجهك. لدي كعكة رهيبة. ماذا لدينا هذه المرة؟ حلوى غزل البنات، ممتاز. أريد الحصول على لذاذة أيضاً. حسناً، مجرد شموع صغيرة. هذه الشموع يجب أن تأكلينها، سوف أشاهدك وأضحك. لكن علي أولاً تناول هذه الحلوى القطنية. لا يمكنني أكلها هكذا فحسب، بل يجب إعداد أشكال منها كالشوارب. وليس فقط شوارب، لحية أيضاً. والآن أنا قرصان. ومع ذلك حلوى القطن شيء عظيم، لذيذ، والأهم من ذلك ممتع جداً. أوافقك وسأجربها أيضاً، آمل أنك لا تمانع. إنها حقا لذيذة. لذيذة؟ كيف تجرؤين؟ أعدي كل ما لديك إلي. لن أدعك تلمسينها، سأقوم بتزيين الكعكة الآن. كل مليمتر من القطن مهم بالنسبة لي. وأيضا يمكنني صنع أشكال جميلة جدا من الصف القطني، أرانب وحتى بطة. يبدون رائعان جدا على كعكتي اللذيذة والكبيرة بالفعل.
حان الوقت لتجربة هذه المعجزة. لذيذ جدا كما اعتقد. كعكة بالشموع بالطبع رائعة، لكن كيف سأكلها؟ ربما علي نفخهم ببساطة وهذا كل شيء، لكنهم يبدون رائعين جدا، علي أن أعترف. الآن سأضيء الشموع لجعلهم أكثر روعة، والآن سأنفخهم وهذا كل شيء. أتعتقد أن هذا مضحك؟ لقد أطلقت إنذار الحريق. أوه، الآن كلنا مبللين. ماذا فعلت؟ أنا لا أرى أي شيء. ما أنا أحمق. توم، هذا كله بسببك. شيء جيد أن الكعكة لم تتأذى. لكن كعكتي دمرت. على الرغم، لا تزال لذيذة بشكل لا يصدق. حان الوقت لتجربتها أيضا. بالطبع الشموع تأذت، لكن الكعكة لا تزال رائعة. أنا سعيدة.